قولي لنا بقى الحاجات الجميلة ده، انت بتعملي ايه؟ هو الموضوع بدأ معايا بحاجات بسيطة كده قوي، كنت بطلع حاجات بسيطة في الأول أو بعمل شنط بسيطة كده، فلقيت الحمد لله إن فعلا كل اللي بيعمل خير، وبالذات في الإطعام ده حاجة جميلة جدا جدا. ما تصورش إن ممكن ربنا يرضيك قد إيه بسبب الإطعام، إن أنت بتطعم مسكين أو غير مسكين. يعني إحنا لما بنعزم حد عندنا في رمضان إحنا بناخد ثواب عشان إحنا بنأكل حد. تخيل بقى أنت لو رحت لحد ما بيلاقيش حتة اللحمة. يعني أنا لما في يوم كنت بعمل إطعام زي ده، وده السبب اللي بيخليني أعمل لحمة أكتر من الفراخ، إني رحت الناس تحت خط الصفر وبخبط عليهم، طبعا ما عندهمش نور الناس دي، ومن ضمنهم حد بيزحف عشان يفتح لك، ومن ضمنهم حد مش لاقي نايمين على البلاط، فأنا بديهم الواجبات ففتحوا لقوا لحمة عيطوا. مش متعودين ان هم بيقولوا لي ان هم بقالهم يجي حوالي مثلا 4 5 شهور بيقولوا ما شفناش اللحمه اللي عند الجزار. فالحته دي اثرت فيا جدا، فخلتني فعلا دايما بفكر في موضوع اللحمه عشان بتسعد الناس اكتر من الفراخ. يعني انت الاكل لازم يبقى فيه لحم، بحب يكون فيه لحمه لان الناس بتفرح باللحمه جدا. انت بتطعم حد وبتفرح حد، وحد تحس ان هو يا عيني محروم لما صدق شاف حته اللحمه دي، غير ان بجد بجد لو كل الناس عملت الإطعام ده هيشوفوا خير من ربنا بجد. لو أقول لك ربنا بيسترها معايا قد إيه، بيعمل معايا خير وبيديني بدل الخير ده 10، قد إيه بتحصل لي حاجات الواحد ربنا بيكرمه فيها، كل ده من الإطعام. أنت حضرتك بقالك قد إيه بتعمل الموضوع ده؟ أنا بقالي حوالي سنين طويلة، يعني حوالي مثلا 6 سنين، بس أنا في رمضان بالذات بحبها كل يوم، لأني أنا باخد فيه حاجتين أنا بحبهم، إفطار صايم وإطعام مسكين. فأنا بحب في رمضان إني ما فوتش يوم على الموقف ده. أما غير رمضان بعمل 3 أيام في الأسبوع، غير إني بحب أوزع شنط، والشنط دي بيبقى فيها بقى رز ومكرونة وصلصة وشاي. الحبوب دي كويسة جدا في التوزيع وبتفرح الناس وبتدي خير زيادة برضه. حضرتك شغالة لوحدك ولا في حد لا بيساعدك؟ أنا شايف معايا ما شاء الله حلل معايا معايا بناتي ما شاء الله، ومعايا مرات ابني، ومعايا واحدة جارتي ساعات بتيجي تساعدني، ومعايا أصحابي. على فكرة أنا عايزة أقول لك، هي عايزة للناس كلها، أنا أصحابي لما شافوا اللي بيحصل بسبب اللي أنا بعمله ده، أقسم بالله العظيم كلهم بيقولوا لي احنا بنعمل والفضل ليكي انت اللي وديتينا للسكه دي. انت لما بتكرم حد شوف ربنا بنفسه هيكرمك، ونعم بالله. مش بني ادم هيكرمك زي ما انت بتكرمه، ده ربنا بنفسه اللي هيكرمك. ونعم بالله. حضرتك بتعملي تقريبا كام وجبه في اليوم؟ تقريبا بعمل اقل حاجه 30 وجبه، ساعات بتوصل ل 40، ساعات بتبقى هي 30، حسب رزقهم، حسب الكميه اللي بنقدر نعملها، لان احنا بنقعد نعملها طول الليل. يعني انا باجي من الشغل طول الليل نسهر انا والبنات ومرات ابني والكلام ده، نعمل الاكل عشان نصحى الصبح نلحق نوزعه قبل الفطار. طب الفلوس منين؟ مصدر فلوس الحاجات دي كلها انتوا بتجيبوها؟ مصدر الفلوس والله العظيم ما هتصدق، اقسم بالله العظيم انا ساعات اقول ايه، انا محتاجه مثلا 3000 او 4000 في وجبه بكره، وانا ممكن معيش غير 1000 جنيه، وسبحان الله ممكن يجي لي تليفون كده عامله تيجي، حد عايز يعمل حاجه، حد عايز ابص الاقي المبلغ جالي زي ما يكون ربنا بيقول لي خدي بزياده وبزياده. طب المشكله بقى مش في كده وبس، طب انت طلع ال 4 5000 جنيه دول شوف هيجوا لك ايه. لو كل واحد طلع المبلغ ده اقسم بالله العظيم بيتضاعف بيتضاعف اضعاف، وبيجي منين ما بتعرفش. في ناس معينه انت قافله عليهم بتبقى عارفاهم يوميا خلاص انت رايحه لكذا وكذا وكذا، ولا في ناس بتيجي جديد؟ بصراحه انا بحب يعني ناس اكتر، يعني انا مش ناس معينه، يعني مثلا ال 30 دول لو هياكلوا النهارده في 30 غيرهم محتاجين يدوقوا اللحمه النهارده عشان دول كلوا لحمه امبارح، في 30 غيرهم افرحهم تانيين. فانا بحب اروح كده حتت معينه وبسال عن الاماكن دي، وبروح بالعربيه واروح البيوت واخبط واديهم، محدش يقول معيش فلوس، محدش يقول معيش اعمل، ابتدوا بحاجه بسيطه، ابتدوا بحله صغيره فيها كيلو رز ونص كيلو لحمه وهاتوا شويه الصلصه، بس حاجه بسيطه اهي، وفرقوها وشوفوا انتوا هتعملوا بعد كده حلل كتير ولا لا. ربنا يكرمك، احنا اتشرفنا بيكي وتسمح لنا نديكي حاجه بسيطه كده من مؤسسه حياه كريمه، يعني ابطال حياه كريمه. ربنا يخليك، شكرا. كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيب. عايزين نشارك الخير برضو، ده مبلغ من مؤسسة حياة كريمة، عايزين نكتر. طيب إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. يعني بصوا هي دي كده نبذة للموقف، لو أنا عملت امبارح الموقف ده وكنت نفسي أزيده، ربنا بيقول لي خدي زودي. ربنا يبارك لك، وكفاية المجهود الجميل بتاع حضرتك اللي بتعمليه ده، شكرا كتر خيرك، وإن شاء الله نتقابل على خير قريب.